وصلنا للجزء الأخير مشاهدينا، وبدنا نستقبل هلا وائل زيدان كرمال فقرة الأغلي كلتشر. أهلا وسهلا فيك وائل. ولين أيضا لين تركتني هجرتني. أهلا وسهلا فيك وائل. اليوم شو رح تعلمنا؟ اليوم بدنا نحكي عن البيرما كلتشر أو الثقافة المستدامة، وكيف علاقة الثقافة بالزراعة. أوكي. مثل ما بتعرفوا كلمة أغلي كلتشر هي معناتها بالعربي يعني الثقافة الزراعية. هلا نحن نسميها الزراعة باللغة العربية، فمنشيل كلمة ثقافة على جنب. والثقافة الزراعية هي كتير أساسية بكل شيء بخصه بحياتنا. مثل ما نعرف الزراعة يعني هي أساسية بحيالة شيء، من أكلنا لشربنا للبيئة للتراب للماء. قد ايه عندنا هالثقافة نحن بلبنان؟ للصراحة يعني في أمل، أكيد في أمل، أمل موجود. بس كتير ضعيف لحد يطلع. يعني ما ننسى نحن لبنان طالع من بلد بعد حرب أكيدة، وهذا الشيء بيأثر كتير على النفسية وعلى كتير اشياء تانية. فخلينا نبعد عن هذا الموضوع. ودائما كمان التقلبات الاقتصادية بالبلد بتخلي العالم بعده عن الزراعة. بس ما صار في فهم هلا تقريبا، بنقول انه في ناس عم بيستوعبوا هذا الموضوع، انه لا الزراعة هي شغلة أساسية ولازم نقويها حتى نقدر نوقف البلد على إجراء كمان بالآخر. هلا البيرما كلتشر مثل ما رح نشوف معنا بالفيديو هلا بعد شوي، هي طريقة للزراعة كتير سهلة، بتوفر كتير على المزارعين. مثل ما بنشوف هلا منطقة كتير صحراوية كانت هيدي بأستراليا. هيدا السيستم اللي عم نشوفه هلا قدامنا بسموه تشيكن تراكتر. بنستعمل الدجاج لنفلح الارض بلا ما نستعمل معدات عاليه، بنفس الوقت بنغذي الارض وبنزرع محلها. هلا هون كانت صح. هلا مثل ما شايفين هيدا الشيء هون عم بفرجونا الديزاين، هن كيف بيقدر يطلع لنا فروتس بكل الطرقات. وهيدا بس مجمعين ميه الشتاء، وكيف يقدر يبطئوا المي ويمرقوها عبر الارض اللي عم يزرعوها هن. واهم شغله هي انه نحن نقدر نبطئ المي حتى نقدر نستغل يعني بتعرفوا في مشكله مي كثير كبيره عالميا. بطريقه صحيحه صح، في مشكله مي كثير كبيره عالميا، وبلبنان بلشنا نواجهها مع انه عندنا مي كثير نحن بنعتبر كدوله. وهيدا المثل الثاني اللي شايفينه هلا، هيدا بالاردن بالصحراء الاردنيه، اسمه المشروع تخدير الصحراء. حلو. وقدروا بظرف اقل من 5 سنين يعملوا هودي النتائج، وما كان حدا عم بيصدق من المزارعين التانيين او حتى من الدوله. يعني هذا مشروع لانه على القطاع الخاص كان. نعم. هون عم نحكي عن مساحات كبيره. صح، مساحات كتير كبيره اكيد، وعنا اياها المساحات بلبنان نحن. حتى يعني هلا هيدي طريقه الزراعه بتوفر علينا شغله، نحن نحط سدود على الانهار الاساسيه بلبنان. يعني مثلا هلا في كتير طوش كتير كبيره حسب هذا الموضوع، ما هون حق جماعات اللي بحبوا البيئه اكيد، انه مشكله كتير كبيره نحط نحن سد على نهر، بينما نحط فيها نحط سدود على انهار الشتويه، بس انهار الشتويه ونجمع مية الشتاء ونحل هذه المشكلة منها. كلها أكيد. ونخلي الإيكو سيستم ماشي عنا. هلأ بالبيرما كلتشر هي كلمة مستجدة حديثا، بس هي طريقة زراعة قديمة كتير، مجمعين كذا تكنيك من حول العالم، بيناتهم من لبنان أكيد، بيناتهم من عند الفراعنة، بيناتهم من أمريكا الجنوبية. هلأ اليوم أنا جايب شغلة أعلمكم عليها، هي اسمها سيستر بلانتس، اللي هي أو النباتات الإخوة. في عندنا كذا نوع من الكومبانيون بلانتينج، يعني أو النباتات اللي بيرافقوا بعضهم. هلأ إذا نتذكر بالحلقات اللي مرقت فيهم قبل، كل مرة كنت أحكي عن نوع بلانت وشو بينفع نزرع حده حتى لنبعد عنه حشرات معينة. مزبوط. إنه هو بسمون نباتات بيساعدوا بعضهم. هلأ اليوم بنحكي عن كونسبت تاني اسمه النباتات الإخوة، سيستر بلانتس. يعني بيطلعوا مع بعض، بعيشوا مع بعضهم وبيساعدوا بعضهم أكيد. وبنقدر بهالطريقة نوفر نحن كتير مساحة وناخد كذا إنتاج. مثل ما شايفين هلأ أنا معي درة هوني. الدرة وقت نحن نزرعها مثل ما نشوف نعمل بتطلع ستريت لفوق. أوكي. أوكي، وبيكون لها غصن قاسي. مزبوط. أوكي. نزرع درة أول شيء نحن بقلب الكو، نجيب حيرة نوع درة نحن بنحبه أكيد، أي شيء بدنا إياه. وأهم الله يسامحك يعني جبت لنا شي كيس معه. أنا ولين بلا غدا. My favorite. بنعبي الكو تقريبا أقل من 3 أرباع وشوي. نحن كيف فينا نخلط الثلاثة يعني نعرف إنه هول السيسترز قادرين يطلعوا؟ هلا في أكيد في يعني هيدي الطريقة جايبة أنا من أمريكا الجنوبية من عند الإنكا والمايانز. عاملين كذا اكسبيرمنت عليها، وهلا عم جد رجع يجربوا هدول الطرقات. فيها نعمل وركشوبس اكيد. هلا انا شخصيا صار عندي كذا ارض عم نشتغل فيهم كونسلتنت لكذا مشروع. وكلنا عارفين وركشوبس للزراعه، حيلا حدا بحب يطور مهاراته بالزراعه او معلوماته او يطلع حتى يتمشى بالبريه او بالطبيعه، ياكل اكل جديد. يعني بتحلى الحياه او توصل المسج عنده لانه انت مش طورتنا، عطينا معلومات رائعه. انه الحمد لله يعني في امل بلبنان عن جد. يعني فقره الزراعه اللي انعملت يعني اكيد مشكوره للال بي سي المحطه العريقه. يعني دائما بتتذكر او الاشياء انه في امل كتير كبير بلبنان انه نحن نقدر نطور هذا الموضوع ان شاء الله. هلا مثل ما كنا عم نقول الذره، بنحط حبه ذره. اوكي، بنحط حبه فاصوليا او حبه لوبيا، المهم شيء يكون بعربش. انا بنعرف نحن الفاصوليا بدها قاله عربش لفوق. فالدورة بتعمل انه هي بتساعدها حتى اللي ترجع تعربش، فنحن عم نوفر هذه المساحة. واللقطين حيلا نوع لقطين كمان نحن بنحبه، اللقطين بمد على الارض بيغطي مساحة كتير كبيرة وبيعمل ورق كتير كبار. فاللي بيعمل اللقطين انه بيحفظ الرطوبة حتى اللي ما تتبخر بعامل الشمس.
فهود النباتات بيساعدوا بعضهم، بيطلع عنا ثلاث انتاجات بنفس الوقت من نفس قطعة الأرض. وما بيتأثروا كمان، حبة لقطين أكيدة. احنا كل ما كبر البو كل ما فينا نزيد هلأ كميات أكتر. هلأ نحن ما نعمله هلأ، هيدي مثل نيرشري صغيرة للبو. أوكي، زرعنا نحن هلأ بهالطريقة ومنحط له ماي أكيدة. هلأ وقت يكبر يصير عنا شتل اللي نقول صار كبرى 10 سنتي فوق الأرض. أوكي، إذا نحن عنا محل نزرعها برا ننقلها لبرا اكيد، واذا بدنا فيها نكبر البو نكبر لنقول هذا البو اول شيء، بعدين بو اكبر شوي وبنقدر ناكل منها حتى لو حطيناها على البلكون او على السطح. الاكيد انه بتعمل فواكه وبتعمل. طب كيف بيطلعوا؟ بيطلعوا ميني، بيطلعوا بحجم مظبوط اذا البونة. بهيك بو هلا هذا البو صغير عليهم بس يكبروا اكيد. كلمه تساعديهم تعطيهم كن ارض. هذه المواد اللي عم نستعملها نحن هون هي مواد عضويه 100% صح ومكثفه وكلها كلها اورجانيك اكيد 100%. فبقدر نحطها بقلب البو، هودي بكفوها مبدئيا وبتقدر تعيش مرتاحة. وتاني شيء بقلب البو بنقدر نسيطر نحن أكتر شو بتتعرض للنبتة على فكرة. نعم. يعني نحن عارفين بالضبط شو عم نعطيها غذاء، ما عم نمنع الحشرات يفوتوا عليها من تحت أو الدود أو إشي مأزية. فلا بالبو يعني طريقة زراعة كتير مهمة حتى برات لبنان يعني. وحتى كمان ليوفروا المستفيد من المساحات أكيد وليوفروا بالماي كمان البو كتير مهم ينزرع بالبو لأنه بتوفر كتير ماي، بطل تسرب الماي لتحت، فنحن نقدر نعمل ريتنشن للماي قد ما بنقدر يعني أكيد. حلو. في بعد اي شيء تبسكتاتينا؟ نعم مبدئيا كنت حابب احكي بس عن هذا الموضوع على قصة السيستر بلانتس، وان الله رد بحلقات جاي رح نحكي اكتر عن مواضيع تانية كمان اكيد. بس انا عندي سؤال هون، حضرتك زرعت كذا كذا سيد، يعني زرعت فاصوليا، زرعت طب كيف يطلع بعده اذا حطينه نحن ببو مش كتير كبير وما عندنا مثلا جنينة كبيرة؟ في اشخاص بحبوا يعني بقلب بيتهم يزرعوا كم صح اكيد. اذا حطينا هيدا البو يعني لنفترض حتى اذا استعملنا هيدي نحن كمان نعطيها حراره زياده، فين نحطه حد الشباك او محل يكون عندنا باب كبير او حد البلكون يكون في جاي يضوي عليه مزبوط ودفى، كمان بتعيش جوات البيت ما فيها مشكل يعني اكيد. حتى بنشوف الزهور اللي بتعملهم اكيد. اوكي ما في مشكل نحطها بقلب البيت او برا او حتى على السطح اذا نقدر نستفيد من هيدي المساحه كمان. بس مهم كل فتره وفتره نكبر البو شوي يعني مبدئيا ننقلها اول مره من هيدا البو لهيدا البو، بعدين بنجيب البو اكبر. عنده مساحه قدام بيته او تحت بنايه مثلا اكيد صغيره اكيد كمان. وين ما كان حتى على الشباك تبع المطبخ فيها نعلق بو لبرا يعني نرجع هيك عن جد للخضار ونهتم بلبنان ونهتم كمان بي هلا هي لازم نركز على هذه الشغله يعني الزراعه بقلب المدينه طبعاً. هي شغله اساسيه يعني بعيده عن المدن المزارعين اللي عم يشتغلوا لنا باكلنا للصراحه ما عندهم الوعي اللي عندنا نحن تجاه الاكل والاكل الصحي. فلا بالعكس نحن اذا نبلش نحن من عندنا نبلش نشجع غيرنا دائما نحن لازم نبلش من عندنا بس نحن غايبين. شكرا كثير وائل على المعلومات اللي عم تعطينا اياها، ولين ايضا شكرا لك كارلا. ثانك يو لك وهاف ا نايس ويك اند ايضا. وهذا اللي كمان اللي بدي اقوله للمشاهدين، ان شاء الله تقضوا ويك اند رائع. نرجع نلتقي فيكم يوم الاثنين باذن الله بحلقه جديده، كمان الاسبوع الجاي ببتحلى الحياه. الى اللقاء.